بالنسبة إلى الطلبات الإسكانية ووضع التخصيص، بلغ العدد الإجمالي حتى يوم أمس لعدد الطلبات الإسكانية هو 93,708 طلب إسكاني قائم. بالنسبة لأولوية الإعاقة، عدد أصحاب الإعاقة في الطلبات الإسكانية القائمة طبعاً من ضمن 93,708 هم 2,772 بمختلف أنواع هذه الأولويات. مشروع قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، إجمالي عدد المخصصين من فتح باب التخصيص في شهر 7 الماضي إلى تاريخ 6 مارس هو 12,912 متقدم للتخصيص. بالنسبة للقسائم اللي تم توزيعها وجلسات القرعة، ابتدت من نوفمبر الماضي، كان عدد جلسات القرعة 42 جلسة قرعة، تم إنجاز منهم 27 جلسة قرعة، والمتبقي ما يقارب 15 جلسة قرعة، وما زالت المؤسسة تستقبل الراقبين في التخصيص على هذا المشروع.